من حبي كتر حبي إليها قتلتها. بنتك راح ضحية حبها زوجها السابق قتلت. بأي عمر حبت بنتك مرام؟ 12 سنة ونص. ما كان بين عليها وما كنت يعني قاعد بالموقع نفسه، كنت شهرين بس وسافرت. نعم. لحقنا الإمارات يعني لحقنا الدولة الثانية. بعديها بشهر اكتشفت إني على علاقة وياها وعلى حب واختطفها. قلت لي راحت خطيفة هربت هي. راحت خطيفة أجا من الأردن لحقنا الإمارات وخطفها من الإمارات وانجبرت إن أجوز إياها. انجبرت؟ نعم. رضخت لرغبة بنتك اللي عمرها 12 سنة؟ لرغبة بنتي وللشرف. الحب الحب بيجلب العار للوالدين. نعم نعم بيجلب العار. يعني زي بنتي هذه لما اجى اغتصبها او اخذها جابت العار. كيف كنت تطمن عليها خلال زواجها؟ كنت تشوف خلال اخواتها؟ خلال اخواتها. نعم. ما صار في مره احتكاك بينك وبينك وبين زوجها؟ بيني وبينها بعد زواجها في شهرين، كان يوم عيد رضحى، كنت بالسوق انا ووالدتها بتبضع غروب، وفجاه لقيته هو وزوجته. خافت مني يعني بقول لك هسه بضربني. نعم. او كذا ركضت بتنادت عليها مشيت وراها بالمسافه يعني مثل هون وشويه، بحس لو حاط ايده بيدها وركض ولا هي طعنه بظهري. طعنك بظهرك؟ طعنه بظهري. صحيت للمستشفى. بعد ما طلعت بنتي اجتني. شو كانت عقوبته؟ انحكم شرطه بالقتل مع اسقاط الحق اكل 4 سنوات. شو كان موقف البنت انه حبيبه وزوجها طعن والدها؟ موقف البنت يعني كطفله كجهله شو يكون موقف؟ شو الموقف يعني؟ بس بتيجي علي بتقول لي يا انا غلطت وانا كذا ومنك السماح. سامحتها؟ شو طفله وين درميها يعني؟ سامحتها وضبيتها عندي بالبيت. وبعد هذاك تزوج وطلقتها منه وزوجتها لابن اخويا. طلقتها وزوجتها؟ لابن اخويا. طلقت يعني وزوجتها؟ نعم. زوجتها انتقاما للي عمله فادي فيك ام بس حفاظا على بنتك؟ حفاظا على بنتي. خلصت عقوبة فادي بالسجن؟ خلصت عقوبة فادي طلع بالسجن. طلع زوجها يعني من السجن؟ طلع زوجها من السجن. تعرض لها؟ يعني بيطلع تعرض لها مرتين ثلاثة. بس انا ما كنتش عندي علم يعني، العلم كان عند خواتها، ما كنت ادري بايش. كيف كان يتعرض لها؟ يهدد على التليفون، على مجرد التليفون على الهاتف، يلقى بشارع يبعث لها مع من احد اصحابه يبعث لها تهديد. فانجبرت يوم من الايام اجاها للبيت. بلغتوا السلطات الامنيه انه في تهديد ام قلتوا خلينا نضبط بالموضوع مش ما يكبر؟ بلغنا احدى العشائر يعني احدى. نعم. كبريتنا. نعم. او كبريته والده او ابوه. نعم. ان ابنك متعرض لبنتي او بيجي او كذا. كان ابوه ينكر. بعد طلوع من السجن بشهرين جوزوا ابوه. جوزوا ابوه. قلت لي استدراجها لبنتك؟ استدراجها تهديد. كنت انا برا البيت. من ايمتى هيدي؟ السنة صار لها. نعم. اتصل على الهاتف يا بتجيني يا بخبص لابوك او بحكي لابوك وبحكي لزوجك إنك شو بدك انك بتقابليني وبتطلع معي وبتيجي معي وشي. خافت البنت على يعني على سمعتها وخافت نحكي لجوزها. هي ما كانت عم بتقابله؟ لا 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 ابدا ما قابلتوش. طلعت شافته بنتي الثانية عمرها 12 سنة ونص برضه وهو بهدد فيها واخذها وصدرتها. طلعت في حوالي مسافة 120 كيلو عن الموقع عن البيت يعني قتلها دفنها. وأثناء التحقيق لما كان حقيق مع الشرطة يعني بعد اكتشاف الجريمة ولكن من حبي كثر حبي إليها قتلتها. عرفتوا أكثر تفاصيل الحادثة بلحظتها شو صار؟ شو قال لها؟ شو قالت له؟ أم ما قدرتوا تعرفوا؟ لا والله ما وجهونيش نهائياً. القانون ما وجهنا للأمن يعني ما وجهوني ليش قتلها ليش كذا. ما قدرت تعرف التفاصيل. وليس لا تعرف إني ليش قتلها. أنا نفسيتي أنا أبوها أتمنى من الله ليش عارف ليش قتلها؟ شو السبب إني قتلها؟ طفلة بريئة يعني حتى أما كمان 17 سنة ونص. هو قال بخيل اعترافات عم بقول إنه كان بيحبها. كلام فاضي. أجي أحط روحي لحبل المشنقة عشان أحب إنسانة أو أحب وحدة؟ لا لا هذا انتقام وحقد وخطط. بده ينتقم لأنه هي جوز مرة ثانية وخطط بالسجن كيف انحبسني عشانها. نعم. وزوجت لبرا مثلا. اليوم مرام الله يرحمها توفت،
قديه بعدها موجوده معك بنتك؟ قديه بيومياتك بنتك بعدها موجوده معك؟ لحديت الان ولحديت الساعه هاي موجوده معي، موجوده ببيتي، موجوده بكل مع اخوانها عادي، موجوده معي. ايمتى بتشتاق لها اكثر شيء؟ كل ما تنجاب سيرتها بشتاق لها. لما بتزورها اليوم شو بتقول لها لما تزورها؟ لما بزورها سيدي موقف صعب لا يوصف. امها يعني بحاله الجنون، تعالج الصبح على ادويه، على اكتئابات،